يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. بقول لك ثلاثة أندال قرروا يسرقوا بنك، الأول دخل يجيب الفلوس، والتاني استناه عشان يسرق منه الفلوس، والتالت راح بلغ البوليس. واحد ندل أبوه مات، قالوا له ادي للشيخ 50 جنيه عشان غسل أبوه، قال لهم ليه؟ هو غسل بي ام دبليو. واحد شكله مش قوي كده ومش ولا بد، راح علشان يخطب واحد، قام قعد وابو البنت قرفان منه ومن منظره، فقال له الشاب انا يا عمي عملت نفسي بنفسي، فرد ابو البنت قال له والله انا بقول كده برضه، مش ممكن تكون دي خلقه ربنا. واحد بلدياتنا اشترى موبايل، قال له اخوه اكتب لي رساله انت خطك احسن من خطه. تلات ديابه طفشين من واحد بلدياتنا وبيجروا وجرى معاهم حمار، قالوا له انت بتجري ليه؟ قال لهم وايه يقنعوا ان انا حمار؟ بلدياتنا ضرب ابن عمه بالنار، سألوه الشرطة اسمك؟ قال أنا مش عايز افتخر بنفسي، سجل فعل خير. واحد غبي راح يعزي وفي العزة تأثر كتير، وهو طالع سأل أهل الميت مش في أمل إنه يرجع تاني. مرة واحد بيقول أنا بردان من الساعة، رد عليه واحد جنبه وقال أنا حمدان من الجيزة. واحد غبي راح يشتغل سواق تاكسي في الصين، كل ما يأشر له واحد يقول إيه مش أنا لسه منزلك من شوية. واحد بلدياتنا اشترك في مسابقة من سيربح المليون، اتصل بصديق وقال له الو معانا 30 ثانية رايك احذف اجابتين ولا استخدم الجمهور؟ يعني مثلا اخش على طول في الموضوع؟ ولد غبي راح عند البقال وقال له عندك شوكولاتة يا عمو من ام 4 جنيه؟ قال له البقال اه عندي، قال له طب بكام؟ واحد بلدياتنا عزم صحابه على السطح، ليه؟ علشان اصدقاء سطحيين. واحد بلدياتنا وقع من عمارة 10 أدوار، وصل الأرض الناس اتلمت وسألوا في ايه؟ قال لهم مش عارف أنا لسه واصل دلوقتي. واحدة وحشة قوي بصت في المراية وقالت حتى المرايات بيغشوها. واحد بلدياتنا راكب أتوبيس جنبه واحدة ست، الست دفعت وقالت السيدة زينة، بلدياتنا دفع وقال إبراهيم عبد الموجود. واحد كيميائي خلف ولد سماه سامي أكسيد الكربون. واحد بلدياتنا وقع في خلاطة الأسمنت طلع منها يقول يخرب بيت الملاهي. واحد بلدياتنا فتح كوفي شوب في الصين سماه فنجان شاي. واحد راح لشيخ وقال له يا عم الشيخ أنا عندي جن في البيت أعمل إيه؟ قال له الشيخ اخلطه بسفن أب وادعيلي. واحد حرامي غبي قوي دخل على بنك وقال الكل ينبطح الارض، كلهم انبطحوا الا واحد قعد يضحك يضحك، فقال له الحرامي انت بتضحك ليه؟ قال له لانك حرامي غبي. قال له عرفت ازاي؟ قال له لاني ده بنك الدم. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع؟ واحد بلدياتنا كان بياكل بايده الشمال، فابن عمه قال له الشيطان بياكل معاك، راح حاطط له سم في الاكل. واحد لقي صاحبه قاعد مع مراته قام ذبحه، قالت له غبي طريقتك دي هتخسر كل اصحابك. لعيب كوره اتجوز لعيبه كره قدم خلفوا ولد سموه جول، راح يسجلوه طلع اوفسايد. واحد حب يعمل مفاجاه لمراته في عيد ميلادها طلقها. واحد اتجوز واحده حوله قال لها ليه ما بتتكلميش معايا؟ قالت له مكسوفه من اللي جنبك. ظابط مرور مسك واحد غبي راكب عربيه، النمره اللي ورا مش زي النمره اللي قدام، فبقول له ليه كده؟ قال له طبيعي هو وشك زي قفاك. خروف بيسال خروف بشوف عدى عليك عيدين ومش ذبحوك ليه؟ قال له اصل مسجل في شهاده الميلاد حمار. واحد مسطول بيسال واحد مسطول هو البنك فاتح؟ قال له لا غامق. واحد ندل عينوه مدير للجمعيات الخيرية للمعوقين، أول حاجة عملها عمل سباق قفز الحواجز. واحدة كل ما تشوف جوزها تقول له هات لنا مروحة، هات لنا تلاجة، هات لنا غسالة، هات لنا هات لنا هات لنا. قال لها أنت إيه يا شيخة؟ ولا مرة تقولي خد، قالت له خد التلفزيون صلحه. يعني مثلا أخش على طول في الموضوع؟ واحد بتاع مخلل راح يخطب واحده فخاف يقول لاهلها انه بتاع مخلل فما يرضوش بيه، فابوها بيساله بتشتغل ايه يا ابني؟ قال له انا تاجر قطع خيار.
واحدة اتصلت بأمها وزعلانة وبتعيط، فأمها بتسألها بتعيط ليه؟ قالت لها جوزي بيخني. قالت لها ازاي؟ قالت لها ده بيكذب علي وبيقول له انه بيت برا عند صاحبه محمد. قالت لها طب ما يمكن ما بيكذبش عليك. قالت ازاي ومحمد بيت عندي؟ واحدة بتقول لجوزها اذبح خروفين بمناسبة 25 سنة على جوازنا. قال لها وايه ذنب الخروفين من غلطة ارتكبها حمار؟ واحد بيقول لمراته السداي ان جارنا بيقول انه خان مراته مع ستات العمارة كلهم الا واحدة بس. قالت اكيد الولية الرخمة اللي في الدور الرابع. واحد حرامي دخل على راجل ومراته يسرقهم، قال للست اسمك ايه؟ قالت مديحة. قال لها خلاص مش هقتلك علشان اسمك زي اسم ام. قال للراجل اسمك ايه؟ قال له اسمه فوزي وبيدلعونه بيقولوا لي يا مديحة. بيسألوا واحد بلدياتنا عامل ايه في الصيام في الحر ده؟ قال اسكتوا والله لولا الوضوء كان الواحد مات من العطش. واحد بيقول لمراته انا بحب فتراك جدا جدا. قالت له انا بحب حسين جدا جدا. قال لها يا ست ده فتراك دي مربى. قالت له وحسين ده العسل. عريس بيقول لعروسته لازم تعرفي ان كلمتي هنا زي الساعة. بصت له بغضب كده قال لها لا بتقدم ولا بتأخر. مرة واحد بلدياتنا شاف الساعة واحدة بس. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. بقول لك واحد مصر على المحكمة فطلبوا منه اي حاجة تثبت ملكيته البيت، جاب لهم صورة وهو بيشطف في البيت. واحد اسمه نادر اتجوز واحدة اسمها نادرة، خلفوا ولد مهدد بالانقرار. اتنين محكوم عليهم الاعدام، واحد طيب والتاني ندر، فقال له الطيب قبل ما تموت تحب تعمل ايه؟ تحب تشوف ايه؟ قال احب اشوف امي. فطلبوا من ندر وانت تحب ايه؟ قال احب ما يشوفش امي. مدرس بيقول لطالب ضع كلمة دج في جملة، قال له الطالب دج يا مزيكا. واحد اخرس بلع 10 قروش اتصل 10 دقايق. واحد خاطب واحدة وشكله مش قوي، فخطيبته طلبت منه صورة وهو مسافر بره، فبعت لها صورة وكتب عليها عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واحد غبي راح ماتش كورة وقعد جنب شلة ناس عمال بتشجع، وعمال يقولوا هلا حي والأول جاي، هلا حي والأول جاي، أم الجون الأولاني جه. بعد شوية قالوا هلا حي والتاني جاي، هلا حي والتاني جاي، أم التاني جه. أما قعد قال لهم إيه يا جماعة؟ يا جماعة اسكتوا بقى، اللي شاف الماتش ده قبل كده ما يتكلمش. واحد ابنه المولود مرض، خدوا على الدكتور، فالدكتور قال ابنك شرب لبن منتهي مدة صلاحيته، فرد عليه أبقى معلش أسرضع من جدته امبارح. واحدة سمرة قوي لبست فستان أحمر وقالت لجوزها دلعني، قال يا فحمة مولعة. بلدياتنا قاعد على البحر شاف واحد عمال بيغرق ويطلع ايده من المية، كل ما يطلع ايده يقول عليكم السلام، كل ما يطلع ايده يقول عليكم السلام. يعني مثلا أخش على طول في الموضوع؟ واحدة بتقول لجوزها حلمت امبارح انك جبت لي عربية وعلمتني السواقة، قال لها طيب كملي نومك يمكن تعملي حادثة. ضابط مسؤول مسك ثلاثة في الشارع وخدهم على الاسم، قال لهم اللي هيقول لي جملة فيها كلمة لا أو آخرها كلمة لا هيروح. الأول قال الشمس تطلع في النهار لكن بالليل لا، قال له روح. الثاني قال له القمر بيطلع بالليل لكن في النهار لا، قال له روح. الثالث قال له تصدق انك ضابط ابن كلب، قال له ليه؟ قال له عشان روحتهم هما الاثنين وانا لا. واحد من كتر ما خسر في البورصة تعب وعيه، راح عند الدكتور، قال له الدكتور يا لهوي ضغطك وصل 70، قال له بيع بيع بيع. مدرس بيسأل طالب فافي بيقول له هات لي اسم ثلاث حيوانات بر مائية، قال له ضفدع وأمه وأخته. واحد غبي حلق شنبه ودخل على أهله قال لهم تصوروا والله ما عرفتكم. مسطول بيسأل مسطول زيه الساعة كام؟ قال له معرفش، قال له غريب أنا معايا معرفش إلا 5. بلدياتنا حب يعمل إرهابي خطف ابنه محدش سأل عليه أم قتل. واحد مسطول قاعد يحشش مع مراته لغاية ما نسوا نفسهم، وفجأة حد خبط عليهم، فقامت المرأة وقالت جوزي جوزي، قام الراجل قام وراح نطق من الشباك. واحد بلدياتنا ماشي في الشارع لقى كنز، قال كويس فضل الخريطة. اتنين بلدياتنا بيلعبوا شطرنج، الفيل اتخنق. يعني مثلا أخش على طول في الموضوع؟
واحد عسكري بلدياتنا في الخدمة لقى قرد في الشارع وداه للضابط بتاعه، قال له يا باشا أنا لقيت القرد ده في الشارع، قال له روح وديه على حديقة الحيوان. غاب العسكري شوية ورجع ومعاه القرد، قال له رجعت بيه تاني ليه؟ قال وديته على حديقة. أوديه تاني فين؟ على الملاهي. واحد صحي من النوم على زعيق وصوت، سأل الجيران إيه في إيه؟ قالوا له المية مسمومة. مراته صحيت سألته في إيه؟ قال لها مفيش حاجة، روح اشرب انت ونام. حرامي دخل بيت عشان يسرق، وهو بيفتش طلعت عليه صاحبة البيت وكانت تخينة قوي، مسكته ورمته على الأرض وقعدت عليه وراحت تنادى على ابنها، واد يا محمد واد يا محمد انده أبوك من على القهوة. الحرامي قال لها بسرعة وحياة أبوك يا محمد. حمار عدو وحمار وحش عاملين مسابقة، بدأ السباق فالحمار العادي وقف، قالوا له ما بتجريش ليه؟ قال لهم والنعمة ما أنا جاري إلا لما تجيبوا لي ترنج زيي. واحد خلف 7 عيال سماهم 7 أب. واحد بيقول لمراته بتحبيني قد إيه؟ قالت له قد ما أنت بتحبني. قال آه قلبك أسود أوي. واحد غبي مش جاله نوم، قام يدخن سيجارة، قعد يدور على كبريتة ولا عمل إيش، راح مطفي الشمعة ونام. واحد راح يشتري ساعة لها غالية اشترى 5 دقايق. واحد بلداتنا رجع من الحج سألوه كيف الحج والخدمات في السعودية، قال لهم والله كل حاجة تمام التمام وكتر خيرهم، قاموا بالواجب وزيادة، وأنا بنصح أي واحد عايز يحج ما يروحش غير السعودية.